بعض ناقد لا يعلم معنى كلمة مدهامتان في القرآن الكريم. نريكم يا إخوان هذا المشهد لأننا إذا تدبرنا تأثرنا. المدهامتان هي الجنان الشديدة الخضرة الذي اقترب من شدة ريها ومائها إلى السواد، وهذا من شدة خيرها، وهذه هي جنان الآخرة بإذن الله تعالى. صلى الله يجمعنا وإياكم فيها، نصل بإذن الله لتلك الجنة بالطاعات وبالصلاة وبالصدقات. شوف لك صدقة على مسكين أو يتيم أو جار أو قريب، وأنا جايب لك زود وقف أجر ما ينقطع، صدقة جارية وداخل حد الحرم، تدخل تطبيق الراجحي ثم تحويل ثم جمعية خيرية، ثم تكتب في البحث تندحة بالتاء المربوطة، ستظهر لك جمعية الدعوة والإرشاد توعية الجاليات بتندحة، ثم ستجد بعد ذلك حساب الوقف تستطيع أن تساهم فيه. ونويت أنا عن كل من لم يستطع ونشر هذا المقطع، وفقنا الله.